يا سلام، الله ما ألذ هذه القهوة. بصراحة أنا سعيد جدا جدا جدا، اليوم يوم هادئ. هي يا أحمد ساعدني، يا أحمد ساعدني. إيه شو اللي صاير مع سوسي؟ يا أحمد الطعام عالق ورا الشجر. أوه بابا، يا بابا ساعدني. شو اللي صاير مع زعور؟ يا بابا القطط عالقة بالأعلى. أوه خليني أنا، بدي أروح أشوف شوفهم الاثنين. يا احمد شوف كيف الطعام عالق ورا الشجر وانا مش قادر اني اجيب الطعام. يا بابا يا بابا تعال شوف القطط والكلاب وين موجودين. اوه شايفين القطط والكلاب وين موجودين؟ موجودين فوق هذا المبنى، والله انهم مساكين. يا احمد لازم نلاقي طريقة ان نجيب الاشياء البعيدة ونلزقها فينا. والله يا بابا ضروري ولازم كتير كتير. نعم احنا الان ما بنقدر ان نجيب لا الطعام ولا بنقدر احنا نجيب القطط اللي موجودة بالاعلى. يا بابا طيب ايش الحل يا بابا؟ الحل هو نتدرب. ايه نتدرب على ايش نتدرب يا احمد؟ تعالوا معاي الان، انا رح اخبركوا. انا الان رح اركب معاكوا هاي السيارة لان سيارتي الثانية خربانة وبتطلع دخنة. والله يا بابا انا بدي اقود. لا ايوه ارجع ورا، اوعك تفكر انك تقود مرة ثانية. ليش واصلا وين انت مودينا الان يا بابا؟ الان رح اوديكوا على لعبة، هاي اللعبة بتدربكوا وبتخليكوا رائعين في جذب الاشياء. شو هذه اللعبة يا احمد الغريبة؟ هاي اللعبة عبارة عن كرة. كرة قدم؟ لا يلا خلينا نروح احنا الان. يا سلام هينا وصلنا على هذا المكان. يا بابا انت ما خبرتني انا كرة قدم. لا يا زعرور هاي مش كرة قدم. ولا يا احمد هاي ايش اللعبة الغريبة والعجيبة؟ شوفوا 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 شو هذا يا بابا شو هذا؟ مثل هيك بتسووا بتلزق الادوات في هاي الكرة، كرة الصامغة. والله يا احمد واو بدي اجرب. يا سلام. نعم بلزق كل اشي في هذا الكرة اللي موجودة معاك، ولازم تسوي اكبر كرة موجودة بالعالم. يعني هيني انا سويت زيك زي هيك. والله يا بابا انك انت اسطورة. نعم بعرف، خلينا اجرب. اوه انا باكلهم وبصير اكبر واكبر. يا سلام والله حماس يا احمد، هاي لعبة حماسية رائعة جدا جدا. اوه نعم هاي سوسي شايفين كرتها كيف مليئة بالطعام. هاي فيوني قدامي انا شيبس، هيني اخذت الشيبس انا، وهاي الشطيرة. يا حبيبي لازم اني ابعد عن البشر بلاش ياكلوني. هيني انا بسوي كل هاي الشغلات. والله يا بابا هنا لعبة حلوة كتير كتير. يا سلام لام. نعم لعبة خرافية يا زعرور. يلا خلينا اخذ هاي، خلينا اخذ البروكلي، لا ما بقدر، خلينا اخذ النودلز. يلا انا الان جاي اخذ هذا المشروب اللي قدامي. يا سلام هاي الفليفلة وهاي الحليب، اشياء كثير كبيرة ما بنقدر احنا ناخذها. والله يا احمد فعشان هيك لازم انت تكبر الكرة الخاصة فيك. يا بابا نعم جيب من 200 عشان بدي اتحداك وبدي افوز عليك يا بابا. لا يا زعرور ما اتوقع انك تقدر لي ابدا ابدا ابدا. يلا اني قاعد انا بسوي زيادات رائعة جدا جدا، خليني انا اسوي زي هيك. يا بابا لازم تشتري من 200 عشان تصير تاكل اشياء اكثر واكثر. والله اشياء صعبة كثير حاليا انا بمر فيها، بس يلا الان اني بدأت اني اكل الاشياء العملاقة. هيني انا باكل هاي، باكل الفلفل هذا وكمان هذول. يا احمد انا رح افوز عليك لاني انا افضل منك بملايين المرات. لا يا سوسي طبعا لا، اتوقع زي هيك ممتاز. خلينا ابيع هذول وخلينا اشتري هاي. يا سلام يا سلام. يا بابا والله انت مش طبيعي، يعني انت شاطر كتير كتير، كيف بتسويها يا بابا؟ انا القوي هون. يلا خلينا اسوي انا زي هيك، جاهزين عشان تشوفوا اسرع حركات بالعالم. 1 2 3 ليتس جو.
واو صرت اكل انا اشياء عملاقة، شفتوا كيف السرعة؟ انا الان صرت ماكل 125. وال نعم بقدر اكل كل شيء، وانا قادم لك يا بطيخة، راح اصير اقدر انا اخذك معاي. يا بابا انت بتاكلهم؟ لا يا زعرور انا بضعهم عند الكرة الصمغية اللي موجود معاي. والله يا بابا انك اسطورة، شوف الورود كمان باكل الورود، وين باكل سطل الدجاج وهي الخاسة، شوف الكرة ما اكبرها، والله كرة اسطورية وانا صرت عملاق. والله يا بابا شايفك من بعيد عملاق كثير كثير، خلينا اجربه. حتى الصبارة صرت اني اقدر اكلها، خليني اجرب اكل هاي القدام. واو شوفوا كيف الكرة اصبحت معاي عملاقة كثير كثير. هاي وصلتني هدية، بدي اخذ العشرين، هيني اخذت العشرين. الكرسي صرت اقدر اني اكل الكراسي كمان. جد؟ نعم جد، بدي احاول اني اكل البشر. بتتوقعوا اني اقدر ولا لا؟ خلينا نشوف. لا لا ما بقدر ما بقدر، هذولا كانوا بيقدروا انهم ياكلوني، لكن الان اوه انقلبت الادوار، قرعة عملاقة صرت اقدر اني اكل واخذ. خليني اخذ انا هاي، صار معاي انا 300 كوينز، بدي انا اشتري هاي. يا سلام يا سلام، ايوه هذا هو الكلام. يا بابا انت صرت كتير تاكل اشياء عملاقة. نعم يا زعرور، يلا خليني انا اخذ هذول واكلهم. انا يا زعرور بجمع الطعام في الكرة الصمغية اللي موجودة معاي، بجمع الكثير والكثير من الطعام، وبعدين اخر اشي بجمعهم واخر اشي باكلهم. انت كتير اسطوري يا احمد. اوه بعرف يا سوسي، خليني انا اخذ هذول هذول هذول. يا سلام يا سلام، اتوقع زي هيك كفايه. نعم هيك كفايه، بدي اخذ انا المية، خليني اشتري فيها هاي المية زي هيك، واعطيني الهدايا. ويلا الان صرت انا اسرع واقوى وافضل بكثير من قبل. يلا انا باكل كل اشي، الان بدي احاول اني اكبر حالي واشوف اذا بقدر اني اكل هذا الاشي اللي قدامي. لا لا انت تستطيع، اخرتني اني اكلك يا شرطي يا غبي. بابا 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 انت ما رح تقدر انك تفوز علي يا بابا. لا يا زعرور وين انت، خليني اشوف انا زعرور. زعرور وين انت؟ يا بابا انا موجود، انت اللي وين؟ هي بدي اروح انا على هذا العمود الغريب العجيب، هذا اللي موجود قدامك، وهذا البرج العملاق. طيب وين انا قادم كمان. يلا يلا تعال انا بانتظارك. يلا خليني انا اخذ الفراولة وكمان هذا المشروب والكاتشب، كمان فراولة، وهي كمان هون تفاح، هاي في هون فطر، هاي تاكو. يلا انا باتجاهي الان لعند البرج العالي اللي شكله غريب جدا جدا. خليني انا اسوي زيك، كل كل شيء يا احمد، اوصل 300 انا الان. يلا ليتس جو. واو اين رجعت انا كبير، واين متجه انا حاليا؟ لعند زعرور المجنون. تعال تعال يا بابا رح اصدمك انا بحجم الكبير. هيني يا احمد شايفني؟ اوه هاي سوسي، لكن انا اكبر من سوسي. وليش انت اكبر مني؟ ليش؟ لاني انا هو احمد روبلوكس احمد البطال. هيني يا بابا هيني. اوه انا كمان شكلي اكبر من زعرور. يا بابا ليش انت اكبر مني؟ قلت لك لاني انا احمد البطال. يلا انا الان دا اخذ الجيفت، هاي اخذت انا الان 50. واو والله عدد كبير ورائع كثير كثير. يا بابا يلا بدنا نشوف مين رح يكبر الكرة تبعته اكبر واكبر واكبر. طيب خلاص انا موافق، خلينا اسوي مثل هيك. معقول اليوم نقدر ان ناكل احنا هذول السيارات؟ والله يا بابا يمكن. Whoa!
واو هين انا اكلت القرعة العملاق وهي فيوني شجر. لا 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 لسه ما بقدر اني اكل انا الشجر. يا سلام هاي تقريبا صار معاي 300. هي زعرت عن اقترب عن ابوك لان الان رح يصير صغير جدا جدا جدا. اوه لا 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 هذول بدهم يتقبلوا علي، انا لازم نبيع الان. هاي شوف يا ماما حجم بابا، تعالوا نداكلك. لا 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 تاكلني لا تاكلني يا زعرور يا مجنون، خليني انا اكل هذول زيك. يلا بدي ابيع، صار معي انا 400، بقدر انا الان اني اكبر هذول. وانا بتعرف شو بدي اسوي الان؟ بدي اجمع 50 عشان اسرع نفسي. يا بابا انت راح تموت مني. لا يا زعرور هاي معي 150 بالضبط، هيني انا سرعت نفسي وقويت نفسي. هي احمد خلاص انت رح تخسر مني انا ومن زعرور، هيني قدامك. هاي سوسي يا حبيبي خلينا بعد، هيني انا وراك يا بابا، خلينا بعد عن زعرور انا كمان، خلينا اكل براحتي زي ما انتم شايفين. انتو يعني طلبتوا مني اني ما استخدم روبوكس في هذا الفيديو، وانا لبيت طلباتكو وانا الان جالس باكل قدامكو. تعال 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 لوني يا احمد، ابتعدي عني يا سوسي. تعال انا بدي اجرب اني اضعك في الكرة الصمغية اللي موجودة معاي. لا 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 لن تستطيع يا حبيبي، والله سوسي قاعدة بتطارد فياي، بدها تلزقني بالكرة اللي موجودة عندها، انا لازم اني اهرب بسرعة. هيني انا يا بابا. اوه زعرور صار صغير، هيني انا كمان صغرت نفسي. اوه كمان هي سوسي اصبحت صغيرة. يا بابا مين بتتوقع اليوم يفوز، انا ولا انت؟ طبعا انا. لا انا. يلا احنا رح نشوف، والمتابعين هم اللي رح يقيموا مين الافضل. يلا خليني اني اكل انا هذه وهذه كمان، هاي النودلز، يمين يسار يمين يسار، ممتاز. متى رح اقدر اني اكل انا هاي الكراسي العملاقة او هذه الشاحنة او هذول المباني؟ يا احمد اذا بدهم المتابعين انك تاكلهم لازم يوصلوا هذا المقطع قديش يا احمد؟ كم لازم يوصلوا اللايكات؟ لازم يوصلوا اللايكات 10,000 لايك. انتم تستطيعوا يا اساطير الكل، يضغط على زر اللايك حاليا عشان انا اصير اكل المباني اللي موجودة هنا. يا سلام والله يا بابا انك غريب اطوار. نعم يا زعرور. يلا يا متابعين انا سويت اللي حكيت لكم عنه زي ما حكيت لكم، وماشي حنت روبوكس. هيني يا بابا. اوه طلعوا زعرور، والله انه زعرور مضحك كثير كثير. شوفوا هاي هذولا الاشخاص اللي ضدي، هيني انا رح ابدا اني اكل الاشياء العملاقه. هي احمد بعد عني، خليني اجرب اكل هاي. نعم بقدر. السماعات لا لسه ما بقدر، خليني اجرب اني اكل انا الورود. نعم بقدر. كراسي يا سلام يا سلام، شوفوا هذا والله عملاق. واو يا احمد هذا يمكن بيقدر انه ياكل كل اشي. اه والله يا سوسي انا شايف. اوه هيني انا صرت اكل هذول، ما بعرف شو هذا، شمام ولا بطيخ؟ هاي البطيخ والشمام والصبر والدجاج. يا بابا شو الصبر هذا؟ صبار اقصد يا زعرور. بحكي شو هذا الصبر جديد؟ انت مشاكل صغير. يلا في هون جيفت 100 كوينز. يا سلام ايوه هذا هو الكلام، خليني اكل كل شيء موجود هون. معاي 230 سكور، هاي نبدا اكل انا الاناناس وكل شيء موجود. كل كل يا احمد. كراسي هيني باكل، والله الكره اللي معاي صارت عملاق بقدر اني اكلها. اوه شفتوا انا شو صرت اقدر اكل؟ لسه الاشجار مش قادر اني اكل الاشجار، خليني اجرب الان. لا لسه ما بقدر. حاول حاول يا بابا اخريتك تقدر. نعم يا زعرور اخريتني انا اقدر اني اكل كل اشي وحتى الاشجار، خليني اجرب اني اكل هاي. لا لسه ما بقدر. سماعات صرت اقدر اني اكل السماعات، والان رح ابيع اللي معاي واطور نفسي زي ما انت شايفين. ويلا هاي اخر مرة. يلا طيب بدنا نشوف مين اكبر واحد.
طيب ماشي يا زعرور، يلا خلينا ناخذ البرتقال والأرز والطماطم، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. وال شوفوا هاي مكبرها، معقول أنا كنت قبل قليل بحجمها هاي الموجودة هون؟ والله ما أتوقع، بس يلا إني أنا بدي أظني أحاول أحاول أحاول. يلا يا بابا حاول، إن مع المحاولة بنجاح. شو هذا الكلام، من وين جايبه؟ مني أنا يا بابا. واضح يا زعرور واضح، خلينا أجرب أجعل اللون الأصفر، ما بصير أي إشي. يلا خليني أكل بسرعة، ليتس جو. رارارا شايفين الحجم العملاق الرائع؟ انا الان بقدر اكل اللي بدي اياه، انا الان بقدر اني اكل السيارات، لكن للاسف الشديد انا الان ما بقدر اكل اي اشي، حتى شايفين هاي التفاحة ما بقدر اني انا اكلها، لانه بصراحة انا بطلت اقدر اني اكل اي اشي، لانه فللت الكرة، صار حجمها ماكس ممتاز على الاخر. الان انا بدي اسوي تاب تسل مثلك، ترارارا انا الان بقدر اني اشتري هاي، شايفين ليفل 6، لكن بصراحة صار الوضع كثير كثير متعب. بابا انا تعبان. سامعين زعرور، تعب كثير كثير. الان انتو يا متابعين لازم تكتبوا لنا تحت التعليقات نسوي جزء ثاني عن كرة الصمغ هاي اللي بتجذب كل الاطعمة، يعني حليب، هاي كوفي هون، حتى الكراسي لما اكبر شوي، حتى الكاتشب، حتى التفاح والتاكو وكمان الفطر، هذه الكرة بتسحب كل اشي. اذا بدكم ياني انا استمر على هاي السلسلة واسوي كمان حلقة واسوي كمان فيديو، اكتبوا لنا تحت التعليقات. يا بابا بس بصراحة انا الان تعبت كتير كتير، ولو انا يا احمد. خلاص اذا هيك يا سوسي ويا زعرور هذا كفاية، خلينا أبيع اللي معاي، وهي هاي هي كرة الصمغ. فيلا يا سوسي يلا يا زعرور، خلينا الآن نرجع على المنزل، ليتس جو. ياي وأخيرا هين أنا رجعت على المدينة. والله يا بابا إشي فاخر على الآخر. نعم نعم بابا. بابا قبل ما أنت تنزل من السيارة وصلني على المنزل. طيب يا زعرور هيني وصلتك. بدي أنزل بدي أنزل بسرعة، وأنا كمان وأنا كمان داخل الطعام. اوه هذول مجانين، معقول يقدروا انهم ياخذوا الاشياء؟ يا احمد ايني انا اخذت كل اشي حتى الاشجار، وانا يا بابا اخذت القطط والكلاب اللي موجودين بالاعلى. اوه والله انك اسطوري يا زعرور، وانت كمان اسطورية يا سوسي. يلا خلينا احنا الان نجلس هون ونستمتع. ياي بس والله انحرقت سيارتك يا بابا. الله لا يوفقك يا زعرور.